بسم الله ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد واجعلنا من خير من صلى على أنبيائك بالتمام والكمال يا ربنا يا علام. يقول ربي في الآية التالية، لا استنى، عفوا، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله مثله، مش تشبه، حتى تشبه ما تشبهش، أما قمة التحدي بمثله. أم يقولون افترى، يعني ما عندهم ما يخيروا، كان إبطال التنزيل وإبطال السورة اللي انتقل إليها نبينا العلام بفضل الرحمن العلام، نبينا عليه الصلاة والسلام ما ساعدهمش باش يكون في بني هاشم هو الرائد هو القائد، تعلمش او نكرة يمسال شونو قولوا له فين نعطيه حقه صادق امين. اما وقت اللي تجي في الامور اللي مش تخلخلكم في مناصبكم يا كلاب، لا انت مفتر، واذا كان حبيت انت ساحر، او انت تتقول ما جاء به أحد أهل الكتاب، ساحر ومجنون، يظهركم الساحر والمجنون، ولا يمكن أن يكون أي نبي عليه الصلاة والسلام في ريحة أو لوثة سحر أو جنون. ألا لعنة الله على الظالمين بالتمام والكمال، ربنا انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعلهم من الخاسرين إن لم تكتب لهم الهداية يا رحمن يا رحيم.